لكم تاني بالعقاب. رجعنا بعد ما رجعنا ومتنا هو ورجعنا تاني. انا حاجه بتستاهل. والانتصار النهارده كان لينا بابا وهنري. انا ما انسحبتش وانا النهارده جهزت لهم عقاب جديد نوبي. القصريه بتاعت روبن اللي بيعمل فيها عمي. القصرية يا ايمن بلاش الصعيدي قوي. الحمام بتاع روبن. القصرية اللي بيعمل فيها روبن الحمام. بلاش الصعيدي روبن بيعمل حمام هنا. النهارده هنحط لهم البيبسي بقى في القصرية. على فكره بابا لسه ما لا هو القصرية وهيشربوا هنا مثلا. يلا هنا نحط لهم يا حبيبي. طب حط في حاجه محترمه. اول واحده اشرب يا ست انتي. يلا يلا كل واحد بق انت ليه كده. ازاي يعني روح هات الشلمو من جوه. ريحه حلوه عندك. ريحه حلوه يا جماعه. هيشربوا هيشربوا من الحمام بتاع روح. وده للصحه اول حاجه. وده حاجه ثانيه. انا روح كيف الشلمو على فكره. روبن لسه عامل حمام من ساعتين فيه. روبن عايز يتفرج عليهم يفكرهم هياكلوا الحمام بتاعه او خايف عليه. يلا يا باشا. انا غايب يلا بيبي. انت ذكي قوي على فكره. يلا يلا انا كسبته. انتوا قاعدين تعذبوا. انا قلت اديكم حاجه حلوه هيشربوها. هو ايه يموت محسن ان احنا هنشرب عصير. اشرب يا دمتر. ما هو ده عصير يا حبيبي. عصير حمام حلو. اشرب. لا يا حبيبي تشرب. ابلع ابلع. ايوه ايوه كده. ابراهيم فرحان. بس يلا ادي لماما. ادي لماما يا حبيبي. انا متنزلاني. لا 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 يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. ايه متنزلاني. احط لكم بيبسي تاني. احط لكم بيبسي تاني في الاصليه عشان بعرف بس. يلا بتعرف من حمام. ريحه حلوه. ابلع ايه. ابلع ايه. انا غسلت البتاع دي. ابلع ايه. لا غسلتيها. انا كنت اعرف ما غسلتهاش. لا ده الحمام بالحته فيها. خد اشرب كده. لا اشرب اشرب. لا ده احنا الفريق بتاعنا. ايه ده ايه بس بس هي خلاص عامل. بس هي عامل يعني خلاص. يا جماعه الناس المعفنه دي اللي بتشرب من الحمام. يا ناس كده احنا ما نتغلبش. لا 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 يا روبن. لا يا هنر يا هنر. طب حلو بس هي برضه لسه فيها ريحه معاها. طب حلو شويه بس ماشي. لا ما فيهاش اي ريحه. هنا هنا هنا. ما فيهاش اي ريحه. يلا ارميها كده ونقفل. وإذا لو عجبكم بقى العقاب اللي أيمن عمله خليكم فاكرين العقاب عشان محدش يقول إنك مفترية عشان تعرف إن هو اللي مفتري. شربوا من الحمام يا جماعة وأنا مبسوطة. شربوا من الحمام. الجماعة دي معاك الناس دي معاك. مش معفنة ولا حاجة. أنا غسلتها عادي يعني. يعني هم بيكسل يفتح بعد ما ياكلوا ويعملوا بيكسل يفتح الحنفية بيروح يغسل إيدهم في الحمام في المية بتاعت الحمام اللي تحت دي. الناس تصدق بشكل مولفين على اكل. لا بجد لو عجبكم بقى الفيديو بقى. ايوه قول لهم باي ولايك واللايك والسبسكرايب ولا تتجننوا. باي.